عين بلي انا سابلي جيوفيل افون كي كانت الكري كانت يسموها جيوفيل كي كان الاستعمار كي كانت فرنسا اسمها جيوت فيل جيو سي مسي جيو بكري حنا اسما كي كنا نسمعوا با اسمه با تاع جيوفيل بكري باريس لو كانت تقولي عين بلي انا نكون با سو اسمو كي اسما كي تقول واحد جيوفيل اللي كوني مسي جيو ابري 5 كيلو يعني واش ما دوك بوخي قز بوخي قز ولا كوني با او لو كوني 5 كيلو سقسي على واحد تقول له وراه بوخي قز يقول لك شكوني با باش كي تقولوا 5 كيلو لو كوني لا لي ميشلي يعرفوها باش لو كان تقول له اسماء تاع لي زارجي لو كوني بقى ما يعرفوش ماشي شويت جي اسما تجينا انا باغ اكزومبل ميراما لا بوينت هو اسماء تاع الكوار لا بوينت بيسكا تقولوا ميراما تقولوا بيروما ماشي سوا سي سويت الا كوناش هاد الاسماوات شحال كان تقول لهم باسماوات تاع لي زاجين كوناش با ايزون ايزون دي نون كو ميم عندهم اسماوات مي الا كوناش با دوك جيت سقسيني كون تقول لي زعما بلاصه هذه بلاصه واش ما كون بالك كاش اسم شاهد هذا ما نعرفش نقول لك محمد شارع محمد دياح ما كاش اللي يعرفها كلود دومولا ولافايت ببينام وباروما أو حمامات الرومان السنتوجان ببلوغين ريديزلي روميشلا ميسوني فيكتور هيغو وغيرها بقلب الجزائر الوسطى لامارتين ريغو دي روتسياس ببلوزداد أو ما يعرف بحي بالكور ليفي سيتي مايا لاكريزوني بانوراما وغيرها في حسين داي لافيجري كوريفا لارماف وأسماء أخرى بمدينة الحراش كل هذه الأسماء لا ترمز لا لتاريخ ولا لثقافة ولحضارة الجزائريين بشيء فهل لذكرها الآن على الألسن وبشكل يومي فائدة؟ اسمها هذه البلاصة هذه اسمها بيرونا بيرونا هذه هذا عليه لابلاج هذه مسميها على قوري هذا المسيو مارتين كان ساكن هنا واش يكون هذا المسيو مارتين؟ المسيو مارتين هذا ما جو نقول اللي دخلوا مع في وقت الثورة كاين ديال بابور كاين تقولها ليل دو فرونس مسمية على بابور بابور تاع اللي كان يدخل الجزائر ديجا هنا مراكش بعد برك مارتين كاين طرح هنا باينام كاين فايات هادو كاع سيدي ما كنت تحوس على التاريخ تاعهم تلقاهم هادو دي جينيرو كانوا بكري يقتلوا يقول لك الاستعمار والاستبداد الفرنسي هاي داير شغل فهمني انا ماذا بينا لو كان احنا الدوله تاعنا تسمي باسم هو تاع الشهداء تاعنا حنا كي كبرنا كنا صغار كي طلعنا بيرونا طلعنا بلاج مارتا طلعنا باينا هذا واش عرفنا علاش نقعدوا باس توجور مازال شغل حنا هكذا كي نحسوا شغل مازالنا في استعمار يا خويا الاسماء الموروثه عن الاستعمار انا اصنفها الى صنفين عندنا اسماء يجب ان نقضي عليها وفيه اسماء لا باس من الاحتفاظ بها ما هي الأسماء التي يجب أن نقضي عليها؟ هي الأسماء الجنرالات والضباط الفرنسيين المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في حق جدودنا مثلاً ساتارنو مثلاً مارونغو مثلاً راندون مثلاً بيجو يعني بيليسيه يعني هؤلاء الجهابذة الجيش الفرنساوي الذين ارتكبوا جرائم شنعاء في حق الشعب الجزائري عيب علينا نخليوا الأسماء نتاعهم ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل تخليص الذاكرة الجزائرية من هذه الأسماء أما أسماء مايو فيكتوريغو كوندورسي ديكارت فولتير فلا مانع من الاحتفاظ بها لماذا لان هذه اسماء علماء تسميه المكان على علاقه بمن بناه كذلك فالذين سموا هذا الحي اعطوا التسميه للذي يسكنه فيما بعد التجمعات السكنية الجديدة هي الأخرى أغلبها تحمل أرقاماً لدرجة يعجز اللسان عن نطقها وهي موزعة على كامل ولاية الوطن تسمية الأحياء الجديدة بأرقام
هذا شيء فظيع. لماذا؟ لأن الرقم لا يحمل هوية، الرقم لا يحمل هوية، لا يحمل، ليست له محمولات ودلالات اجتماعية وثقافية إلى غير ذلك. صافي، عندك تبني مجمعات سكنية جديدة وما تعطيش حتى تسمية، ها؟ تعطيش تخليها بلا هوية، واش تحولهم؟ تحولهم مجموعة أفراد. والمفروض أن السلطة الجزائرية بمجرد ما تدير مخطط عمراني تفكر في التسمية. ما يكفيش أنك بنيت جيد، بصح بني النفس، ابني المجتمع، ابني الروح، ابني التلاحم باش تقدر تبني التلاحم. انا نقول لك اخطر من ذلك، كي انت هذا الحي السكني اللي عنده 900 400 و600 اخطر من ذلك، او يصير فيه نزاعات وصراعات مع من؟ مع الاحياء القديمه. شكون الاحياء القديمه؟ السكان الاصليين اجانب جزائريين، ولينا عصبيه بن خلدون، عاودنا رجعنا الى الدوله ما قبل الوطنيه. هذا مش معقول، معناتها عندك مشكل على مستوى شرعيه مؤسساتك. الذين يخططون للمدن وللأحياء وللقرى حبذا أنهم يدرجون ضمن المخططات نتاعهم كذلك الأسماء التي تعطى للأماكن. لا يقتصر ذكر تلك الأسماء والألقاب والأرقام على الشوارع والأحياء السكنية فحسب، بل يتعدى الأمر إلى مؤسسات عمومية. عليكم السلام ورحمة الله. وي ديني سبيطار، حنا في سحمود. ما في سحمود، واش من جهة جاية؟ حسين. لوبيطال بارني. بارني. ما كاش مشكل يا اخي. لا ما تعرفوش بنا في سحمود. انا نعرفو بارني يا اخي، ما نعرفوش كما قلت لي نفيسة. نفيسة حمود، انا كيف؟ ما نعرفوش نفيسة حمود، نعرفو بارني يا اخي. فصاحب سيارة الأجرة هذه لم يكن من السهل عليه معرفة موقع مستشفى نفيس حمود عندما سألته أن يأخذني إليها، إلا بعد أن ذكرت له اسم مدينة حسين داي. أنا نعرفها بارني، كي بريسيزيت لي لو ساندي عرفت بلي لوبيطال بارني. هاي اللي كاين. بلواد كاين يعني لوبيطال واحد آخر يعني في اسم محمد لامي الدباري. نعرف لوبيطال مايو. هو مايو. نعرفو مايو. قالوا اسم تاع محمد لامين دباري. مازال اسمه تاعهم. بارني مازالو سي بارني. مايو مازالو سي مايو. مستشفى محمد لامين ما نعرفوش. ما الذي يستطيع إقناع الآن سائق التاكسي بأن يلتزم بالتسميات الجديدة؟ هذا غير معقول. هو يقول لك أنا وظيفيا أنا أحتاج إلى ما هو متعارف عليه عند الجميع. هذا يخدمني تجاريا. عندنا إعلام في جميع المجالات. إذا كان نحتاج إلى المؤرخين عندنا أسماء المؤرخين، إذا كان عندنا مؤسسات عندها علاقة بالأدب والمسرح عندنا كذلك إعلام في المسرح والأدب، إذا كان المستشفيات والمصحات وما إلى ذلك عندنا كذلك أسماء. ما شاء الله. شوارع ومؤسسات عمومية بقيت أسيرة طيف الكولون رغم مضي ما يفوق نصف قرن من الاستقلال. مشكلة في الذاكرة، ذاكرة المواطن. هل يستطيع الإنسان أن يغير الذاكرة بسهولة؟ هذا هو الإشكال المطروح الآن. دوك أنت تحوس من جدك، تحوس من أريار غولومبار، تنوض زعما تقولوا بلاص مارتا، أنت تنوض عليها تسمع مارتا، أنت ما بالكش واش كاين. حنا قال حنا مارتا، شاطئ مارتا، رانا نعومو قدام على بالنا شكون. بصح لو كان تحوس أريار غولومبار تلقى باللي فوق جدك هذا مارتا كان داير حالة. سور ستارة أو سور ستارة كما تسمى الآن، قديما كانت في أيام الاستعمار كانت تسمى تورنارافيغو. لا أحد سمى سور ستارة تورنارافيغو إلى حد الآن، إلى يومنا هذا السكان هذا الحي القديم يسمونه سور ستارة، ولا يسمونها حتى التسمية التي جاءت بعد الاستقلال. لأن الإنسان ما تقدرش تصنعه كما تشاء، يعني بين عشية وضحاها تغير الذاكرة نتاعو. أحياء ومحطات لا زالت تحتفظ بأسماء جنرالات ومبشرين فرنسيين وحركة تفننوا في تعذيب الجزائريين رغم تحويل أغلبها من طرف السلطات إلى أسماء كبار مجاهدي وشهداء الجزائر ومتعاطفين مع الثورة. فيكتور هوغو كان مع الاستعمار الفرنسي، ومع ذلك نسمي ما زالت التسمية قائمة شارع فيكتور هوغو، وأسماء مثل هذه موجودة كثيراً. تغيير الأسماء بدأ مباشرة في 62 بعد استرجاع السيادة الوطنية، بدأت الدولة الجزائرية في تغيير الأسماء.
مثلا ريو ديزلي تحولت الى العربي بن مهدي، ريو ميشلي دي دوش مراد وغيرها، يعني العقيده ميروش و حسب بن بوعلي الى اخره. احنا المؤسسات الرسميه، مؤسسه الترفيه هي المطالبه بتصحيح الخلل عن طريق ماذا؟ مثلا عن طريق فرض على الاطراف التي لها علاقه مباشره بالموضوع بان تلتزم بالاسماء الجديده، مثلا وسائل النقل، أن تحول عملية النقل التسمية الجديدة إلى عملية وظيفية يحتاجها المواطن، عندما تكون كل البلاغات كل القرارات مرتبطة بالأسماء الحديثة، ولا يمكن للمؤسسة أن تنازع عن ذلك، تغرس في المواطن تنشئة جديدة، ثقافة جديدة يلتزم تدريجيا عبر أجيال بتسميات جديدة. شخصيات هامة على قدر كبير من الأهمية من المفروض أن نسمي بها. المشكلة أنه عندما لا تبني أنت المدينة لا يمكن أن تسميها في ذاكرة الذين عاشوا فيها منذ ذلك الوقت بتسميات جديدة. شريحة واسعة من الجزائريين خصوصا من الرعيل الأول والثاني من الاستقلال لا تتوانى في ترديد أسماء شوارع وأماكن بعينها بالألقاب الموروثة عن الاستعمار. التعود على الأسماء الجديدة يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، فهذه الأسماء التي تركها الاستعمار تروح شيئا فشيئا، فلأنه أنت ما تقدرش تصنع ذاكرة، ما تقدرش تصنع هوية في ظرف 50 سنة، في ظرف 50 سنة، فلذلك أنا أنظر يعني بعين التفاؤل إلى المستقبل. الآن الانتقال من هذا المستوى إلى المستوى أنه نتخلصوا من الإرث الاستعماري بكل يعني آثاره صعب جدا، لأنه هناك على أولا وقع تأخير لعملية تغيير الأسماء، وقع تأخير. النقطة الثانية أنه هناك جيلين من أجيال الاستقلال، الجيل الأول والجيل الثاني نشأ على هذا أسماء، نشأ على هذه المعالم، بالتالي صعب جدا أن ننزع من مذكرة المجتمع، الذاكرة الجامعية للمجتمع، كل هذا التراث التاريخي، تراث ثقافي، يعني كل مخلفات الاستعمار هي جزء من ثقافة المجتمع، يعني لا يمكن أن نقفز على هذه المرحلة بهذه السهولة. من الصعب جدا علينا أن نلغي تسمية المكان من الذهن. المسألة ليست مسألة ميكانيكية. ليبقى تداولها سلسا على ألسنة الشباب والأجيال القادمة، ما يوحي بأن التنشئة التاريخية الملقاة على عاتق المدرسة والأسرة والسلطات المعنية لم تنجح لحد الآن في إعادة برمجة الأجيال بعد مرور أزيد من نصف القرن على أسماء لرموز تاريخية وقادة الثورة.